في فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. احنا دايما بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن، دي ناس اشتغلت في الحالة دي عشان تطلع النتائج. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. أهلا بكم. الإنسان اللي بيفقد سمنة في حادثة وفي مشكلة أو في خناقة أو في خبطة، الإنسان ده بيكون يعني منزعج جدا جدا. وعلى فكرة الكلام ده هتساوي فيه الرجالة والستات. ممكن ست فجأة وهي مثلا لا قدر الله سيئة ولا بتعمل أي شغل في البيت تخبط شيء تفقد السمنة. هنا مفيش حد هيستنى على السمنة المفقودة لفترة طويلة وممكن يروح يعملها بسرعة. في ناس تانية بقى بتفقد السمنة من فترة طويلة، بتفقدها من فترة طويلة وبيطنش، خصوصا لو السنان في الخلفية في الجزء الخلفي لك مش متشافة، طنش يا عم، أو حتى في الجنب ومش باينة. وفي ناس للغريبة يعني إن أنا بشوف ناس عندها سمنة مفقودة وبيمثلوا وبيطلعين في أدوار ونجوم، يعني نجوم في تمثيل، وزي ساكت على إنه عنده سمنة مفقودة في حتى لو مش باينة قوي، لأنه التمثيل بيبان كل حاجة، الإضاءة وقرب الكاميرا وإلى آخره. فقد السمنة شيء مزعج جدا جدا بالنسبة للإنسان المزمن والحاد. المزمن اللي بقاله فترة طويلة ممكن جدا بسبب انه مطنش وسايب سنة تفقد هيحصل تداعي في الفم، وطبعا الوش نفسه بيتأثر عندما تفقد الأسنان. ده شيء مهم جدا وناس كتير مش واخدة بالها منه. النهاردة برضو احنا هنصلح مفاهيم عن زراعة الأسنان وهنفهم الناس ان الزراعة تقدمت تقدم مذهل، فبقت في زراعة اليوم الواحد، ما بقاش زراعة اليوم الواحد، بقت زراعة الربع ساعة الواحدة، مش حتى زراعة الساعة. يعني في خلال ربع ساعة انت ممكن تحصل على سنة. الزراعة لها دهاليز وفن الزراعة مهم جدا، والتكنولوجيا في الزراعة لا ينبغي الابتعاد عنها ولا ينبغي ان احنا نعتمد على اي شيء غيرها. التكنولوجيا هي ايه وايه الدهاليز والاسرار والافكار اللي عن الزراعة، وايه الفرق بين زراعة سنة حادثة دلوقتي ولا بقالها فترة طويلة مفقودة، كل ده هنجاوبه النهاردة مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز في هذا المجال، في مجال الاسنان، وطبعا صاحب الكاريزما الخاصة بالاستاذ دكتور شادي علي حسين. بيك يا دكتور شادي. الله يسلمك. وحشني جدا والله. الله يخليك. الله يكرمك. انا هبدأ الحوار بزراعة الاسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. ده معنى قبل ما ادخل في البندوس والرامد، صحيح؟ صح صح طبعا. يعني في البرانش ده مفيش طبعا. لا هي اصل هي 1+1=2 دلوقتي. المشاكل اللي كانت موجوده في ليميتيشنز او حاجات بتأيدنا في نتيجه مثلا ان خامه الزراعه كانت بتاخد مثلا 6 شهور عشان تمسك في العظم، الكلام ده اختفى تماما مع الان امبلانس او المودنتيك امبلانس الالماني الجديده. الزرعه بتمسك في 7 أسابيع دلوقتي. الزرعات المايله حلت لنا مشاكل ان احنا نقدر نحط 12 سنة على 4 زراعات، فبرضو حلت مشاكل تأكل العظم وحلت مشاكل الهبوط بتاع الجيوب الأنفية، حلت مشاكل الناس خلع بقالها فترة كبيرة قوي وما عندهاش عظم في الأسنان، فنقدر ان احنا نحط العظم بشكل نحط الزرعة بشكل كويس من غير ما نحتاج فترات طويلة في علاج الأسنان. التكنولوجيات التانية بتاعت العضة وتصميم الابتسامة والكلام ده كله يمكن بنتكلم فيها دايما باستفاضة، اثبتت ان في فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني ادم قبل ما يزرع وشكل البني ادم بعد ما زرع. ده شخص وده شخص. احنا ما بنقولش بتصغر في السن كمان دلوقتي، ده احنا بنقول بني ادم تاني بقى، شخص تاني اساسا، غير هو لدرجه ان الناس بتشوفه مش عارفه ده مين من الابتسامه والضحكه، صوته رنه صوته بتتغير، ثقته في نفسه بتتغير، اقباله على الحياه نفسه بيتغير بعد زراعه الاسنان وتركيبات الاسنان الجديده.
طبعا الانسان هو عنده اسنان مش موجوده او مفقوده، كلامه نفسه بيبقى بحساب وبحدود، وطبعا في حروف بتتاثر بفقد الاسنان زي السين والري والصاد والضاء، يعني كل الحروف كل الحروف بتتاثر بالسنان. تعالوا نبدا في حوار مثير جدا، لان انا قلت لكم جمله مهمه، التكنولوجيا في الزراعه اصبحت لا غنى عنها ولا تقبل القسمه على اثنين. تعالوا نشوف الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هذا السؤال الاولاني سؤال سياسي اكتر منه علمي، لكن خلينا اساله لك زي ما فكرت فيه. رغم التقدم الكبير في عالم طب الاسنان والثقافه والوعي، لانه في اشخاص صنفهم زي ما انت عايز تقولهم، هل اشخاص دول ناس، هل هم في الفيلد نفسه بتاعكم، لا يتكلمون ولا يؤمنون ولا يعبرون عن التخصص في عالم طب الاسنان واهميته. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا اسود. اسود يعني مش صح؟ لان مفيش حد مش صح، لان هو مفيش حد دلوقتي اصبح اللي ما يعترفش اللي ما يشوفش من غربان يبقى اعمى. يعني مفيش حد ما بيعترفش بان مفيش تخصص، هو في ممكن عدم اعتراف بان هو يشتغل كل حاجه لوحده، ولكن ان يقول ان مفيش تخصص ده اصبح يعني مين هيصدقه؟ طب اللي بيشتغل كل حاجه لوحده ده معترف ان مفيش تخصص، معترف بس بشكل غير واضح. بس يعني برضه ما هو الفكره ان هو يبقى عارف بقى، ما هو يفهم. يعني انا النهارده لما اجي افهم بتاع، والمشكله الاكبر الحقيقه مش في مين اللي بيبوش الكلام ده بشكل خاطئ، المريض. يعني المريض يجي يقول لك ايه، انا عايز الدكتور فلان يعمل لي كل حاجه. الدكتور فلان ده لو وافق ان هو يعمل لك كل حاجه ما فهمش حاجه. يعني لو جه مسكك كده فروم اي تو زد، عمل لك كل حاجه بايده، هو ممكن يمايسترو، ممكن يمانج، ممكن يدايركت، ممكن يعمل اجزاء من العلاج اللي في تخصصه. انما لو هو مسكك فروم اي تو زد، عمل لك من اول ما فتحت بقك لحد ما خلصت كل حاجه، يبقى ديفينتلي هو مش عمل لك حاجه، مش معترف بالتخصص بشكل مظبوط. طيب السؤال القادم على نفس المعنى، نفس المعنى، اصبح وجود فريق متكامل في عياده طب الاسنان ضروره لا غنى عنها، هو ده بقى ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ده ابيض. ده المهم بقى. انا النهارده لما يجي دكتور او مريض يفهم الشغل بتاعه، خاصه لما بنيجي نتكلم في التجميل، لما نيجي نتكلم في التركيبات في الفك بالكامل، نتكلم في مشكله في مثلا أزرع فك كامل، التخصصات دي الحاجات دي بتحتاج 3 4 تخصصات تشتغل مع بعض. يعني مثلا مريض، لو جينا مثلا بنتكلم في حاله في عندك التهابات في اللثه، وعندك في اعوجاج في الاسنان، وعندك في اسنان شكلها وحش ومسوسه وفيها مشاكل، فهيخش بتاع يمكن دي حاله تانية في مفيش خالص، مفيش يعني صحرا كويس، فقد يعني الاسنان كلها. فاحنا يمكن لما بنزرع عاده يا 4 يا 6 يا 8، 4 ليها دواعي، 6 ليها دواعي، و8 ليها دواعي، تمام؟ فممكن مثلا يبقى عندي ورا مفيش ارتفاع في العظم، الارتفاع قليل جدا، فهحط مثلا 2 قصيرين ورا هنا و2 قصيرين ورا هنا، وبعدين 4 طوال قدام، يبقى احط 8. عندي في عظم، كميه عظم كافيه ومفيش ورا خالص عظم، فممكن احط 4 بانجل معينه بس، هوصل لحد مثلا الضرس رقم 6، مش هوصل ل7 او 5. فكل حاجه ليها دواعي وليها ليميتيشن. فبيجي الاول اللي بيصمم ال 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 الباترون الاولانيه، يجي يقول له والله بتاع الجراحه ادي العظم اللي عندي اهو، ودي حته الارض اللي انت هتشتغل فيها، هينفع تشتغل فيها ولا لا؟ الجزء ده من العظام. فيجي بتاع التركيبات يعمل التصميم بتاع التركيبات وبتاع الكافرز واللسة والكلام ده كله، يلاقي ان هو هيقف مثلا على حد الدروس الضواحك او الدروس التاني. بص هنا مثلا الحاله دي ناحيه واصله لحد اول درس اللي هو رقم 6، والناحيه الثانيه واصل للدرس رقم 5، ده ليه؟ علشان الليميتيشنز او علشان خاطر امكانيه العظم. المريض مثلا، هل طب انت موافق ان انت يبقى عندك الدرس رقم 6 هنا وتقف هنا لحد رقم 5 لما بتيجي تضحك مثلا ما بيبانش الا هنا كده وهنا كده؟ موافق. طب انا هعرف اكل يا دكتور؟ هتعرف تاكل. فيبتدي ان احنا خلاص مش هنزرع عظم، يبقى هنحط مثلا 6 زراعات كويس، فيبتدي يصمم التركيبات على هذا الاساس. بعد ما يصمم التركيبات ويحط السنان ويعمل الكلام ده كله، يقوم عامل حاجه اسمها الدليل الجراحي. يجي المريض
يتحط الزراعات في المكان اللي هيتحط فيها التركيبات بعد كده. فتتحط بشكل مظبوط. الحاله دي ممكن حط لها 6 زراعات، حطينا لها الاجزاء العلويه بتاعتها وركبنا مؤقت فوق وتحت. كويس؟ المؤقت اللي فوق زي ما انت شايف كده، يمكن هو بس المريض ده كان بعد 7 اسابيع كان هو مدخن شويه، فطبعا البلاستيك لونه بيتغير شويه، ولكن بيبقى معمول باللسعه بتاع بيتركب في نفس اليوم. كويس؟ تيجي بعد كده تعمل تسيب المريض مده 7 اسابيع وتقوم عامل تصميم للعضه وشكل الوش والابتسامه وكل البارامترز وكل الاشكال وكل الحاجات، وبعدين تقوم جاي عامل بقى الفاينل اللي احنا شفنا الصور بتاعته في بتاع، ويبقى منظره اسنان اولا طبيعيه. تعالى بقى ناخد ندرس البتاع دي، خلينا الصوره دي شويه ندرس فيها شويه حاجات. النقطه الاولانيه ده بيرمننت، ده الدائم، ده الدائم، ده البورسلين الدائم. رائع. اولا بص حضرتك على العضه، هتلاقي في تداخل تام ما بين الفك العلوي والفك السفلي. بص على تدريج لون اللثة، وبص على التضاريس بتاعت اللثة. اللثة معمولة بشكل مثلا ان الناب يبقى اللثة اللي فيه اعلى من اللثة بتاعت القواطع، علشان الجدر الناب المفروض انه اعلى من القواطع فتديني منظر طبيعي. هتلاقي حضرتك اللثة حوالين السنان افتح من اللثة بعد شوية، يعني اول درجة من اللثة بينك فاتح، وبعد كده بيتعمل بينك اغمق شوية. كويس؟ ليه؟ لان ده اللي بيديني المنظر بتاع 3D، المنظر الطبيعي، ان انا هعمل شكل ثلاثي الابعاد للثه، فيبقى في الجزء الرؤيه اللي في اول اللثه بتبقى نازله على رفيع رفيع رفيع، فالجزء الرؤيه ده بيشف السنان فيبتدي يبقى شكله لونه بينك افتح. ثم بعد كده تبتدي الجزء اللي بعديه يبقى لونه اغمق شويه، لان تبتدي بقى خلاص كل ده ارتفيشال، دي مش لسه حقيقيه. كل ده بيترسم، بيقعد يترسم الاول على الكمبيوتر ويتخرط، وبعدين نقعد نلونه مانيوال، نقعد بقى ايه نلون اللثه دي الالوان البينك دي. يعني هو بيتخرط من بلوك ابيض. كويس؟ فبيبقى السنان نفسها كلها لون واحد واللثه لون واحد. نقعد نعمل بقى تضاريس في اللثه، نلونها، نقعد نرسم الالوان بتاعت اللثه، زي ما بقول لك كده في خريطه، زي ما في خريطه للاسنان، الاسنان من تحت خالص بتبقى غامقه قوي، تيجي بعد كده تبقى افتح شويه، بعد كده تبقى افتح شويه. الجناب بتاعت البومبي اللي ما بين اللثه وما بين الاسنان وبعضيها تلاقيها بتبقى فيها سنه غمقان شويه. ليه؟ عشان تديكي الايحاء ان هي مش بلوك، مش لبان تشيكليتس ملزوق في بعضه، لا، تحس انت لما تبص على الاسنان دي ما تحسش ان هم لازقين في بعض، وما تحسش ان في ان هم ماسكين في بعض كلهم حته واحده، لا، ده انت تديكي الايحاء ان كل سنه منفصله بذاتها نتيجه ان انت شايف. فده كله فن ما بين الراجل الديزاينر، الدكتور الديزاينر، وما بين الدكتور بتاع التركيبات، وبين الدكتور بتاع التركيبات المتحركه اللي خد لي العضه، وبين الدكتور بتاع الزراعه، الدكتور بتاع الاشعه. يعني كل ناس دي ناس اشتغلت في الحاله دي عشان تطلع النتائج دي. عظيم. الاشعه المقطعيه اصبح دورها في زراعه الاسنان لا غنى عنه. هحط لا غنى عنه واحط هام، نقي اللي انت عايزه، بس هحط لا غنى عنه، ده انا بفضلها كده. ده ابيض ولا اسود ولا اربعات؟ ابيض طبعا. ما فكرتش خالص. ابيض طبعا. مش مجال هام. مش وجودها هام، لا ده لا غنى عنه. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا جيت احنا فتحنا الحمد لله فرع المعادي. لما فتحنا الفرع المعادي كان لسه جهاز الاشعه المقطعيه لسه ما وصلش. كويس؟ انا رحت نص ساعه ومشيت. جيت ادوني ليه؟ ما عرفتش اشتغل. ليه؟ حضرتك بتبقى كومبليتلي بلايندد، انت مش شايف حاجه. كويس؟ انا مش يا جماعه حلوه يا جماعه لغايه لما نجيب الاشعه المقطعيه. وده اللي حصل. اول ما وصل قلت لهم يلا نشتغل. رحت قعدت نص ساعه دخل لي مريض فبيقول لي انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ عمال ابص في بقه، انا عارف ان ممكن ايه البلاوي اللي هو موجوده تحت الحاجات دي. قلت له طب احنا هنعمل اشعه مقطعيه، طب فين؟ قلت له روح بقى مدينه نصر، مش عارف بعد مدينه نصر يعمل اشعه مقطعيه، لسه ما وصلش. فالحقيقه كان قد ايه يا دكتور ايمن الموضوع؟ الاشعه المقطعيه اول حاجه لازم نعملها قبل حتى ما نفتح. انت بتشوف، انت يعني يو هاف تو سي. تيجي العيان مثلا احيانا، كنا زمان نعمل سوبرمان، يعني نيجي بقى ايه السوبر هيرو اللي هو الفظيع اللي ممكن يعمل كل حاجه في نفس الوقت. فكان مثلا يجي لي مريض عنده مثلا ضرسين ورا، فاقول له هعمل لك حشو العصب للاثنين في مره واحده، وبعدين ما انت مش شايف،
تيجي تفتح تلاقي القنوات حرف اس وعنده 8 قنوات ولا 6 قنوات في الضرس والضرس ياخد منك وقت كتير جدا والمريض يتعب. فتقول له طب حضرتك هو خد جلسه بس يعني كان ممكن ياخد جلستين يبقى اريح، يعني جلسه ساعه لده تاخد الضرس كله في مقيته زده، جلسه ساعه لده والزون ممكن يبقى قناه واحده والاثنين ياخدوا نص ساعه. طب هتعرف منين؟ لما تبص في الاشعه المقطعيه بتقول له من يوم التشخيص، بص حضرتك ده انا هاخده في مره وده انا هاخده في مره، وانجاز برضه يعني انت خلصت له حشو العصب بالطربوش بتاع الضرس في جلسه، بس الضرسين بالشكل ده او بالمنظومه دي بتبقى فيها استحاله. فكنا بنلبس لبسات في الحيطه لما كنا مش اشعه مقطعيه، كان الموضوع صعب الحقيقه يعني. روح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ في المتهم والجاني والبريء خلينا اسالك الاول سؤال على المريض نفسه، المريض الذي يتاخر في زراعه الاسنان لفتره طويله بعد فقدانه لسن، ده يصنف عليه متهم ولا جاني ولا بريء؟ ومش هحطه في البريء على فكره. لا هو جاني على نفسه طبعا. جاني على نفسه جامد. الحقيقه المشكله في ايه؟ يحصل له ايه؟ اولا هيحصل فقدان للفك، الفك العلوي، الفكين المنظر ده كويس؟ الفك العلوي لما بيجي حضرتك بتتخلع السنان بيبتدي يرجع لورا، بيبتدي يتاكل لورا. الفك السفلي بيتاكل لتحت. كويس؟ فالمشكله اللي بتحصل ايه؟ المشكله اللي بتحصل لما يبقى دكتور سنان خبرته قليله شويه يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي لما يجي ده تراجع لورا وده نزل لتحت. فيبتدي يحط الزرعه كده فيبقى المريض السنه شكلها فليرد كده عامل زي المروحه اللي فوق. اللي تحت هو ما يعرفش يعمل سنان ولسه وكده. سيمسون عاملين زي شخصيه سيمسون، عارف بتتفرج على سيمسون؟ وتحس ان هو ايه فعلا شخصيه كرتونيه. واللي تحت تلاقي السنان طويله جدا 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 علشان خاطر عامله زي صوابع الدره. كويس؟ عشان الفقدان بتاع العظم بتاع الفك السفلي. فبيحصل ورا ايه؟ بيحصل هبوط للجيوب الانفيه تاكل العظم، ما يبقاش فاضل لي غير قشره صغيره زي قشره البيضه من العظم ما تكفيش ان انت تحط فيها زرعات. العظم اللي ورا بيهبط برده تقرب جدا من عصب الفك وعصب الشفه فما تمكنكش انك تحط زرعات ورا. ده بالنسبه للتغيرات الداخليه. طب التغيرات الخارجيه تلاقي تخدل للعضلات بتاعه الفك وتخش بتاع، يبقى كان المريض عنده بروتروجن او الفك السفلي ممدود لقدام رغم ان هو ما كانش كده وهو صغير. فيجي المريض الحقيقه بيبقى يجيب لك صور، ان الناس هو بيجيب الصور دي ليه؟ لان الناس مش مصدقاه ان هو كان كده وبقى كده. طيب الرجوع ده ازاي؟ حل ايه؟ الحل بيتلخص في حاجتين. الحاجه الاولانيه ميدنتيكا امبلانس او الزرعات اللي اسمها ميدنتيكا. كويس؟ الزرعات اللي اسمها ميدنتيكا دي تقدر تحط لي ورا زرعات مايله تبعد لي عن الجيوب الانفيه وعن الاعصاب، فحلت لي مشكله ورا. طب بالنسبه لمشكله قدام اتحل ازاي؟ الفك هنا والمفروض السنه تبقى هنا. يعني المفروض احط السنه هنا والفك هنا. الفك يتراجع. لا لو انا حطيت عليها طربوش بنفس الطريقه التقليديه ان انا احط الطربوش فوق الزرعه، فاذا الطربوش ده يا اما هيبقى راجع ورا قوي يا اما هيبقى عامل كده. كويس؟ عامل زي المروحه. الحل ايه؟ الحل التركيبات اللي بتتربط. ليه؟ هتحط القناه اللي هتربط بيها ورا بس السنه قدام. فاذا رجعت السنه مش ملهاش علاقه خالص بمكان الزرعه. فحضرتك رجعت شكل الوش، عملت الالاينت والشكل الجمالي المظبوط. كان الحل زمان ان انت تاخد عظم من الفخد وتاخد جزء عظم من الفخد وتعوض بيه العظام اللي هنا في المنطقه الاماميه وبعدين تحط الزرعات. هو ده حل وموجود، بس الحل التاني وفر علينا كتير. وفر علينا ان انا ادخل المريض بنج كلي، وفر علي ان انا اعمل عمليه كبرى اخد منها من عظم الفخد، وفر علي حاجات كتيره قوي عن طريق انواع الزرعات الجديده اللي هي السكرو روتين بروسيس اللي يمكن شفنا صورها في اول الحلقه. هذهب الى المنطقه الثالثه الهامه جدا مليئه الافكار، الوهم والشك واليقين. وشك ام يقين؟ سؤال حلو جدا. كلما كانت تجميل الاسنان بياضا اكثر واكثر ملاحظه والقاسي والدني يراه، والبنات تقول لصاحبتها الله سنانك حلوه خالص انت عملتيها امبارح،
يبقى ان التجميل انجح. كان ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا يقين. عارف انت كنت متخيل انك هتقول لي وهم. لا يقين. اقول لك ليه يقين؟ الحلاوه ان يبقى شكل السنه حلو والضحكه حلوه ومنوره وجميله بس مش تباشير. يعني ما بلاش تشيكلتس. التشيكلتس ده يبقى واضح الفرق بين قبل وبعد. طبعا هيبقى في ضحكه جميله قوي. انت عملت حاجه في سنانك شكلك مش عامل حاجه بس ضحكتك بقت حلوه. وبعدين مثلا انت مثلا حاجه من الحاجات الجميله قوي اللي جت في بتاع المريضه دي يمكن جات لي كانت عندها سنتين الاثنين طبعا ما بتتعنيش بسنانها. فالسنتين الاماميين فيهم حشو ابيض والحشو ابيض طبعا بمشاكله مع عدم عنايه بيه بيبتدي يعمل تسويس تحتيه ويبتدي يبقى فيه يقع ويعمل المشاكل دي. فطبعا مع الالم والكلام ده كله بتوجعها. فجت هي كانت المريضه بتتعالج عندي وخالتها بتتعالج عندي. فصادف ان هي دخلت عملت اثنين حشو عصب في السنتين دول وعملت لها السنتين دول الاماميتين دول بنفس لون الاسنان وبتاع ما عملش غير السنتين دول بالحشو العصب بس. فخارجه كانت خالتها اللي داخله بعدي فتقول لها ايه ده انت مالك حلوتي كده ليه انت عملتي ايه؟ هي مش عارفه واتس جوينج اون ومش عارفه هي عملت ايه مفيش حاجه باينه في اسنانها بس هي شايفاها حلوت. وهي البنت اللي طالعه بتضحك يعني رغم ان كان تاثير البنج كمان لسه الشفه ما راحش تماما بس برضه طالعه البنت مبتسمه لقيت انها شافت الشكل في المرايه وضحكت وكانت مبسوطه وقعدت تهزر معانا رغم انها كانت داخله كتومه وساكته وما بتتكلمش ومش عايزه تقول حاجه خالص مجرد ما خلصت قعدت تهزر معانا وتقول نكت وخرجت تهزر مع خالتها. فكان الموضوع زي فاني. فالجميل ممكن اعمل حاجه مش باينه بس تبين الحلاوه وتقول لصاحبتها وممكن برضه اعمل حاجه بيضه بس تبقى شفافه لؤلؤيه جميله مش تباشير. اهم حاجه ان البنت اتبسطت واسعد حاجه في الدنيا يعني الدكتور طبعا بيسعد بكل مرضى لكن يا سلام للبنوته تطلع مبسوطه. طبعا انا ببقى فرحان. طبعا نفسي ببقى فرحان والله. طبعا والله فعلا انا ببقى فرحان جدا. نورتنا واسعدتنا. ربنا يخليك يا دكتور. كالعاده حوار ممتع ومثير وحوار الناس الحلوه بيعتمد على الحكايات اكتر منه على الكلام المباشر في الناحيه العلميه. في ناس كتير قوي بتحب الحكايات وان كان احنا برضو حريفه في ان احنا ندخل العلم في وسط الحكايات عشان يبقى رزق حاجه حلوه. صح كده؟ صح كده. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين كان ضيفي في الناس الحلوه في حوار ممتع وحلو. خليكم دايما مع الناس الحلوه. يعني غير جزء تخيلي استاذ قد تعيه قائم على دراسه طبي وعنك اهم اعضاء الجسم لطلبه الطب عشان يبقوا فاهمين ما هو التخصص وما هو تخصص داخل التخصص. استاذي كان واخد دكتوراه امراض بطن وهو رقم واحد في القلب في مصر بس اشتغل قلب بعد ما بقى باطني محنك. باطن ايه يعني بطن؟ باطنة يعني غير ظاهرة. ما هو الكبد؟ ما هو وظيف الكبد؟ الكبد من أهم الأعضاء اللي في الجسم لأن وظايفه كتير جدا. تعالى المريض عنده تليف كبد، أقول له ممنوع تصوم. وربنا حط الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على الدين. يبقى أول تيست من وظائف الكبد هي قياس السكر. الكبد فشل في انه يحول السكر للجلايكوجين لكن الراجل ده ما عندوش سكر وعنده بنكرياس سليم فراح حاربه. في ناس فاكره ان وظيفه المعده في الناس الكبار هي الهضم، طب اللي شال معدته يبقى زيه زي بتاع الكبد. اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه اي مرض تمتص بسرعه وتحرق بسرعه تعمل نفس المنظر. لازم بقى الحته الجايه نقول سبحان الله. الكبد هو مصنع الكوليسترول. طب مين اللي بيخرجه من جسمه ليه الموت؟ الكبد. بعض العلماء بيقولوا ان اللي عنده تليف كبد لا يصاب بالشريان التاجي. كما يقولون معشوق عين شمس. اجمل حاجه ممكن تقدمها للاطباء هو انك تعلمهم. اولا الاداره كلها تشكركم لانه هذا العمل بالمجان. ونشكركم ان حضراتكم يعني قبلتوا ان انتوا دايما انت حققت حلم.